الفيلم بيبدأ بإيلين عازفت كمانجا مشهورة وهي في المستشفى بسبب حادثة اعتداء بتفقد البصر بسببها، وبعد ما بتفوق من الحادثة وبتعرف إنها فقدت البصر بتكون مصدومة وحزينة، لكن الممرض بيعرف يهديها وبيجي لها تاني يوم ظابط عشان يحقق معاها في اللي حصل، بس إيلين ما بتبقاش عارفة إيه اللي عمل فيها كده، لكن متأكدة إنه انتقام مش سرقة، والمستشفى بتعرف توصل لأخوها المسافر اليابان، وأخوها بيبقى متضايق جدا لأنه مش هيعرف يكون جنبها، بس جاب لها شقة في مكان هادي وعين واحد يكون مساعد ليها وعنده خبرة في التصرف مع الحالات اللي زي إيلين. المهم بتخرج من المستشفى وبتروح بيتها الجديد وبتتفاجئ بوجودها في البيت ده لأنها مش فاكرة لحظة خروجها، أما كليتون المساعد بتاعها بيقول لها إنهم نقلوها وهي نايمة وده عشان ما تخافش من العالم الخارجي، وبيشجعها إنها تقوم وتتعامل مع حياتها الجديدة، وبتخرج من أوضتها علشان تاكل بس كليتون بيسيبها وبيمشي عشان عنده شغل، وإيلين بتسيب رسالة صوتية لصاحبتها ساشا وبتحكي لها عن حياتها الجديدة اللي من غير بصر. حياة إيلين الجديدة صعبة جدا ومش عارفة ازاي تتخطى الحادثة وبيجي لها هلاوس مستمرة، وبتحاول تتعود على وجود كليتون بس مش عارفة تاخد على حياتها الجديدة. وفي يوم بالليل وهي لوحدها بتسمع من فتحات التهوية اصوات صريخ في الشقة اللي جنبها وبتتخض جدا، بس بتفهم ان الصوت ده مش عندها في البيت وده بيطمنها. وتاني يوم لما كليتون بيجي لإيلين بتحكي له عن اللي سمعته وبيكون مبسوط بيها جدا عشان قدرت توظف بقية الحواس وبيطمنها، بس برضه بتحس ان في حاجة غلط وبتروح تخبط على الشقة اللي جنبها ومحدش بيفتح، فبتسيب ورقة بتعزم فيها جارتها على الشاي. وتاني يوم الصبح بيجي في ميعاده وبيفضل يتكلم مع إيلين كتير جدا، بيكلمها عن مامته ومرضها قبل ما تتوفى وعن أخته الكبيرة، وبعدها بيمشي وكانت بدأت ترتاح لكليتون. وبالليل بتجيلها لانا جارتها وبتقولها عزمتيني على الشاي، وبياخدهم الكلام، ولانا بتقول لها اكيد عزومتك ليا دي بعد ما سمعتي صوتي بصرخ، فإيلين بتحاول تلطف الموضوع وبتروح لانا سألها عن احساسها بفقدان بصرها، فإيلين بتستغرب وبتسألها منين عرفت انها فقدت بصرها بحادثة وانها كانت بتشوف قبل كده، وساعتها لانا بتتوتر جدا وبتقول لها انا مش عاوزة اسبب اي فوضى تاني، بس لما إيلين بتحاول تطمنها بتلمس وش لانا وساعتها بتلاقي خياطة وبتترعب، وهنا لانا بتقرب من إيلين وبتحذرها انها ما تثقش في حد اي حد، وبتسيبها وتروح لشقتها. وإيلين مش فاهمة أي حاجة وبتجري وراها عشان تفهم منها، لكن بتسمع صوت الأسانسير وبتعرف إن جوزها وصل، فبتتخض جدا وبتدخل بيتها وتقفل على نفسها. ولما بترجع للبيت بتكلم كليتون وبتحكي له عن اللي حصل وعن الجرح اللي لقيته في وش لانا وعن رعبها لما سمعت جوزها جه، وكليتون بيقول لها انه شافه وهو ماشي من عندها واعتذر عن الدوشه اللي حصلت، لكن إيلين ما كانتش حاسه ان الموضوع طبيعي وعايزه تنقذ لانا من خطر هي ما تعرفوش، فبتكلم المحقق برايس عشان تبلغ عن العنف الاسري اللي جارتها بتتعرض له، والمحقق بيبعت حد يشوف الموضوع ايه، وبيتصل بعدها بإيلين وبيبلغها ان حياه جيرانها طبيعيه جدا ومفيش اي داعي للقلق، وحتى وشها ما فيهوش الجرح اللي قالت عليه. ولما بيجي كليتون تاني يوم بتحكي له عن اللي حصل وبتقوله ان في انذار عربيه بيرن كل يوم في نفس التوقيت، بس ما كانش مصدقها، وبعدها بيسمع فعلا وبيصدقها، وبتطلب منه يشرح لها المنظر اللي بتطلع عليه البلكونه، وبعدها بتمسك ايده وبتشكره. وبالليل بتسمع صوت لانا طالعه في الاسانسير، فبتطلع لها تعتذر لها عن الظابط اللي جه، لكن بيطلع ده جوزها وبيعنفها جدا وبيزعق لها وبيهددها انه هيطلب من صاحب العماره يطردها بسبب المشاكل اللي بتعملها. إيلين بتمسك التليفون عشان تطلب كليتون وتحكي له، بتلاقيه هو اللي بيتصل، فبيقول لها انه واقف بره بقاله نص ساعة وبيحاول يفتحها في موضوع، بس إيلين بتقطعه وبتقول له ان جارها كان هنا، فبيطلع لها بسرعة عشان يطمنها وبتحكي له على اللي حصل، وساعتها بتسأله كان واقف ليه نص ساعة تحت العمارة، فبيبدأ يعترف لها بحبه وانه ما ينفعش من دلوقتي يشتغل عندها وهو في مشاعر من ناحيته ليها، لكنها بتقول له انها محتاجاه في حياتها حتى لو مش هتحبه ومضطرة تعتمد عليه، فكليتون بيزعل جدا وبيسيبها وبيمشي وبتبقى حاسه بالذنب ناحيته، فبتحاول تتصل بساشا صاحبتها عشان تحكي لها، لكن برضه موبايلها مقفول، وفجاه بتسمع صوت باب الشقه اتفتح وبتخرج لما بتفتكر انه كليتون ورجع، وبتبدا تتكلم معاه على اساس انه كليتون وبتعتذر له، لكن بتحس ان ده جارهم وجاي ينتقم منها، فبتجري منه تستخبى في اوضتها وبتحس انه نفس الشخص اللي اعتدى عليها قبل كده بسبب القناع اللي لابسه، وبيضربها جامد وبتفقد الوعي، وبتفوق على مسعف عندها في البيت بيقول لها انه مفيش حاجه غير جرح في المعصم، وبيجي كليتون يطمنها وبتحكي له ان اللي اعتدى عليها هو الراجل اللي افقدها نظرها، لكنه بيتعامل معاها على انها مريضه وبيحاول يلمح لو كانت مدمنه قبل الحادثه، فبتتعصب عليه جدا لانه بيكذبها، وبيجي المحقق برايس عشان يشوف اللي حصل ويستجوب إيلين عن الحادثه الثانيه، وبيشك ان كليتون هو اللي عمل كده،
لكن إيلين بتدافع عنه. المهم بيقول لها آخر معلومات وصلتهم عن الحادثة الأولى، وإن المشتبه فيها تبقى ساشا صاحبتها، وإنها هربت من المدينة ومحدش يعرف عنها حاجة. فإيلين بتقول له أكيد هي اللي عملت كده النهاردة معايا بسبب نفس القناع اللي حسيته عليها، وهو ده آخر قناع أنا شفته، أكيد هتلاقيه في كاميرات المراقبة. لكنه بيخيب أملها وبيقول لها إن الكاميرات ما فيهاش حد لا طلع ولا نزل، وكمان بيلمح لها إن اللي حصل النهاردة ده تخيلات من صدمة الحادثة الأولى. لكن إيلين بترفض الاستنتاج ده وبيمشي المحقق برايس، وهي برضه حاسة إن في حاجة غلط بتحصل حواليها ومش بتقدر تستحمل كل ده، فبتكتب رسالة انتحار صوتية على الكمبيوتر وبتقرر إنها تنط من البلكونة. ولما بتنط وبتفوق بتلاقي نفسها في مكان كله متحوط بعازل، وما بتبقاش فاهمة حاجة وخايفة لأنها مش شايفة، وبتفضل تمشي بالراحة لغاية ما بتفهم إن المكان ده هو اللي بره البلكونة بتاعتها. بتتسلق سور البلكونة وبتدخل تاني البيت، وساعتها بتتأكد إن في حاجة غلط. بتسمع صوت الأسانسير وبتخرج عشان تتكلم مع أي حد، بتلاقي إن دي لانا. ولما بتسألها عن جوزها، لانا بتقول لها إنه مستنيها في مدخل العمارة وهي راجعة علشان نسيت حاجة في البيت. بس إيلين بتقول لها كويس إنك رجعتي عشان نسيتي عندي ولعتك، وبيدخلوا بيت إيلين. وبحركة ذكية جدا إيلين بتوشوش لانا وبتقول لها أنا عارفة إن في مايكات حوالينا، جاوبيني إحنا فين؟ ومين مع كليتون بيساعدوه عشان يعملوا فيا كده؟ فلانا بترد عليها إن كل ده لمصلحتها، وهنا الباب بيخبط وبيكون جوزها جاي عشان ياخدها لأنها اتأخرت عليه، وبيمشوا. وبيجي بعدها على طول كليتون وبيتعامل مع إيلين بكل حب، بس إيلين بتنهار وبتقول لكليتون إنها عارفة إن في حاجة بتحصل حواليها وإنه مشترك فيها، لكن هو بيعرف يهديها وبيقنعها إنها في مركز تأهيل نفسي عشان تتعالج من الصدمة اللي عندها. فبتصدقوا إيلين وبيتعشوا سوا، وكليتون بيكون جايب لها هدية كمانجا عشان تعزف تاني وبيسيبها ويقوم. بس قبل ما بيقوم بيخبط على السفرة بطريقة معينة، فإيلين بتفتكر إن الخبطة دي سمعتها في المستشفى ومع المحقق برايس ومع أي حد تقريبا اتعاملت معاه، فبدأت تفهم. بتعرف تسيطر على إحساسها بالرعب وعرضت على كليتون يقعد وهي هتروح تجيب له عصير عشان تعتمد على نفسها أكتر، وبتوقع الكوباية قبل ما تجيبها له، وبتجيب حامل السكاكين الفاضي وبتضرب كليتون على راسه لغاية ما بيفقد الوعي، وبتاخد مفاتيحه من جيبه وبتروح تفتح شقة لانا. طبعا إيلين بتشوف بإحساس إيديها، وهناك بتلاقي كل الهدوم بتاعة الشخصيات اللي اتعاملت معاها من ساعة ما خرجت من المستشفى، وبتفهم إن كليتون هو اللي عمل كل ده بس مش عارفة ليه. وبتلاقي لانا قدامها قاعدة في أوضة المستشفى اللي كان كليتون بيخدع فيها إيلين، فبتتكلم معاها لانا، بس إيلين ما بتبقاش فاهمة منها حاجة غير إن لانا تبقى أخت كليتون، فبتحاول تهرب بسرعة وتاخد لانا معاها، لكن كليتون بيكون فاق وبيضرب إيلين وبتفقد وعيها. ولما بتفوق بتلاقي إنها مربوطة وكليتون موجود، وبتسأله هو إيه اللي حصل عشان تعمل فيا كل ده؟ وساعتها بيحكي لها قصته، إن حياته اتغيرت من يوم ما أمه ماتت، وإن أبوه حبسه 3 سنين في القبو من قسوته، وإن خياله كان الوسيلة الوحيدة عشان ما ينساش التواصل مع العالم الخارجي، وكان عايش على المزيكا بتاعت إيلين اللي كان بيسمعها مع أمه، وأخته كانت بتشغلها له وبيسمعها من الحيطة كنوع من المواساة، وإنه عمل كده مع إيلين وعماها عشان يبقى لها بصيص النور والأمل، زي ما هي كانت الأمل اللي في حبسته، يعني هو ده رد الجميل يا تعميها. المهم بيكمل حكايته الغريبة دي وانه بنى المكان ده كله عشانها وعشان تتحب زيه ويكون هو منفذها للعالم الخارجي. فإيلين بتخدعه انه قد ايه القصة دي جميلة وانها مستعدة تعيش معاه ويبقى ليها عينيها، بس لازم كل حاجة تبقى طبيعية، وبيديها ظهره بتحس بيه، فبتاخد صعق الكهرباء اللي جنبها وبتفقد وعيه، وبتحاول تفك شباك فتحة التهوية عشان تهرب بس ما بتعرفش، وكمان بتلاقي السائل اللي كليتون رشه على عينيها وسبب لها العمى، فبتحاول تجري عشان تعرف تهرب من المكان ده، بس بيفوق وبيفضلوا يضربوا في بعض لغاية ما بتكون حطت من سائل العمى في بقها وبتبخه في وشه، وفضل يصرخ مش مصدق انه فقد بصره. وجت لانا اخدت إيلين بسرعة عشان تهربها، وسابوا كليتون لوحده في المبنى فاقد للبصر. واخيرا وبفضل لانا رجعت إيلين لحياتها الطبيعية، وبعد 6 شهور عملت اول حفلة موسيقية بعد الحادثة ونجحت فيها جدا. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، وتعمل لايك للصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.